نشوف مقاديرنا ونشوف الطريقة مع بعض. المكرونة بالبشاميل محتاجين نص كيلو مكرونة قلم تكون مسلوقة، محتاجين كمان نص كيلو لحمة مفرومة مع الصاجة تعصجة جاهزة طبعا ببصلايا ملح وفلفل، معلقة صغيرة توابل عادي جدا الطريقة العادية المعتادة في تعصيج اللحمة، معلقة كبيرة صلصة طماطم، معلقة صغيرة سكر، طماطمتين حبيتين كبار طماطم مبشورين للبشاميل. دي المقادير بتاعت اللحمة والمكرونة. البشاميل بقى محتاجين معلقتين كبار مليانين زبدة، 3 معالق كبار زيت، ممكن طبعا يبقى كلهم زبدة بس، 5 معالق كبيرة دقيق، لتر ونص لبن حليب سخن، كوباية قشطة، ملح وفلفل، نص معلقة صغيرة بشر جوزة الطيب، وبيضتين 2. تمام؟ أنا هنا طبعا اللحمة متعصجة زي ما احنا شايفين، احنا لسه معانا المقادير. نجيب المعلقة. تمام. ناخد الزيت. طبعا انا هنا كده معايا اللحمه زي ما احنا شايفين متعصجه بالبصلايه، معلقتين زيت مع ملح وفلفل والبصله كده، ومعلقه صغيره توابل لحمه مشكله. تمام، اتعصجت خالص اهي واستوت. بعد كده باجي بقى بعد ما بتتعصج احط كده معلقه زيت، نرفع بس درجه الحراره شويه اهو، نحط كده معلقه ولا معلقتين زيت، هنزل عليهم بالصلصة بالشكل ده، معلقة كبيرة مليانة صلصة، صلصة طماطم عادية ممكن نستغنى عنها لو الطماطم حمرة قوي كده بالشكل ده، واشوح فيها اهو، اشوح الصلصة كده، وعلى طول كمان انزل الطماطم المبشورة معايا. ممكن الطماطم دي ما تبقاش مبشورة، تبقى مفرومة متقشرة ومفرومة ناعم جدا بالسكين اهو. شايفين هي هنا الصلصة كده بدأت تتشوح، انا مش عايزة انزل الطماطم الا لما الصلصة الاول تاخد كده التشويحة بتاعتها الحلوة، وطبعا معايا معلقة صغيرة سكر عشان اضيع حموضة الطماطم والصلصة مع بعض اهو بالشكل ده كده. هنزل ادي الطماطم المبشورة، انزل معلقه السكر وابدا اقلبها بقى كلها مع الطماطم. ليه؟ انا بحب صلصه، بحب اللحمه بتاعه المكرونه بالذات تبقى فيها كده ايه جوس كده، بتبقى فيها عصير او يبقى فيها لون كمان، ما تبقاش بيضه كده او ما تبقاش ساده. بصوا هي دي الطريقه انا بصراحه اتعلمتها من حماتي على كده، يعني انا اتعلمت جوزي لقيته بيحبها كده فانا اتعلمتها على كده، لقيتها اطعم. لما فكرت ان انا اجرب طبعا اللي هي من غير طماطم خالص، يعني لقيت دي اطعم بكتير جدا من اللي من غير طماطم. فانتوا زي ما انتوا عاوزين، عايزينها متعصجه بس من غير حاجه مفيش مشكله، عايزينها تعملوها بالحاجه بتاعتي اللي هي صغننه الطماطم مع الصلصه برده هتبقى في منتهى الجمال. حطينا الطماطم والسكر والصلصه، هنحط لها برده ايه رشه فلفل اسود صغنونه تاني بالشكل ده، ورشه ملح طبعا عشان الطماطم والصلصه كده بالشكل ده، واسيبها بقى تتسبك كده مع بعض على بال ما نعمل البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هسيبها بقى كده على نار هاديه، واخد هنا عندي الكسرونه او الحله اللي انا هعمل فيها البشاميل. بسم الله. طبعا هنزل الزبده، مع الزبده هحط زيت. طب انا مش عايزه اعمل بالزيت، عايزه اعملها بالزبده بس، اوكي عايزه اعملها بالسمنه بس برضو بيبقى في منتهى الجمال. طب الناس بتحب تعمله بالزيت بس ما بتحبش تحط لا سمنه ولا زبده، اوكي. البشاميل من الحاجات برضو اللي بتشتغل معايا في اي ماده دهنيه بيمشي بيبقى زي الفل. ممكن لو احنا هنعمله بزيت بس خالص بعد الاخر لما نخلصه خالص نحط له معلقه واحده او مكعب واحد زبده في الاخر بعد ما نطفي، نحط مكعب الزبده على درجه الحراره هيسيح، هيديني طعم في منتهى الجمال اكنه كله معمول بالزبده. ده لتوفير الزبده. كان جالي سؤال على حسابي على الانستجرام، واحده عايزه تكتر الزبده عندها
عايزه تعرف تكتر الزبده ازاي علشان طبعا الاسعار وكده، يعني يبقى الكميه محدوده عندها تعمل بيها حاجات كتيره. زي ما بقول لحضرتك كده، انت اكيد ان شاء الله دلوقتي متابعانا، الزبده تعملي الحاجه بالزبده بالزيت، وبعد ما تخلصي خالص في الاخر تحطي مكعب زبده او معلقه زبده بعد ما تكوني طفيتي، هتلاقي الاكله كلها اللي انت بتعمليها قلبت كلها اكنك عاملاها بالزبده بالظبط او بالسمنه البلدي. كده انا الزبده معايا دابت، هبدا انزل الدقيق، بس احط شويه زيت كده، بتبقى خفيفه جدا، ما بتبقاش الماده الدهنيه السمن او الزيت ما بيبقاش كتير، بتبقى حلوه جدا. هنزل بقى عايزه واحد، اقلب بسرعه جدا الدقيق، اشوحه عشان اطير منه الريحه بتاعته. واحنا شايفين طبعا اللحمه بتغلي كويس جدا او بتتسبك مع الطماطم والصلصه كده. هنا انا بشوح كده الدقيق، مش عاوزه الدقيق يغير لونه خالص. وهنا عندي طبعا اللبن الحليب زي ما احنا شايفين سخن، انا غلياه قبل الهواء على طول وطفيت عليه. نجيب الكبشه، وهنا عندي طبعا قشطه، ده طبعا دي مش كوبايه قشطه، ده اكتر، ده ربع كيلو قشطه. هناخد منه جزء في البشاميل والجزء الثاني على الوش بتاع المكرونه اهو. اشوح كده كويس جدا، خلاص هنا كده قبل ما ياخد مني لون او يصفر معايا هبدا انزل له حته قشطه كده بالشكل ده. القشطه بقى بتدي له طعم في منتهى الجمال، حتى لو احنا عاملينه بزيت بس وحطيت له كميه قشطه حلوه بلاقي ريحته جميله جدا، ما بيفرقش، ومحدش بيعرف ان البشاميل ده معمول بزيت. انا احيانا ما بيبقاش عندي لا زبده ولا سمنه، بعمله بالزيت واروح حاطه حته قشطه، بس اهم حاجه يكون عندي قشطه. القشطه بقى بتخلي طعمه كده اكنه ايه، اللبن بيبقى دسم مع القشطه بيخلي طعمه في منتهى الجمال، طعم غني كده اهو. كده القشطه على طول بتدوب مع الدقيق، هبدا ابعده عن النار، ودي اهم حاجه ان احنا في مرحله صب اللبن الاولانيه نبعده عن النار. هبدا انزل اللبن شويه شويه على دفعات، على ثلاث دفعات كده بالشكل ده. ادي اول حاجه هبدا اقلب كويس جدا المرحله دي. نبدا ناخد بقى ايه، الو صباح الخير يا شيخ. صباح الفل يا مدام ناديه، ازيك يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ على السلامه، وكل سنه وحضرتك طيبه. الله يسلمك طيبة. وحضرتك طيبه، فرحانه باولادك يا رب. يا رب ربنا يخليك دايما بخير كده ومنورانا دايما. الله يخليك يا مدام ناديه، تسلمي. تسلم ايدك، احلى بشاميل النهارده. ربنا يخليك يعني. يا مدام ناديه تسلمي يا حبيبتي. تسلم ايدك، كل حاجتك جميله والله. الله يخليك يا حبيبه قلبي. الله يخليك. اخبارك واخبار صحتك تمام؟ الحمد لله والله بخير، الحمد لله. دايما بخير وكل سنه وانت طيبه دايما كده معانا. وحضرتك طيبه. وتحياتي لكل الكاست وكل جمهورك الجميل. ربنا يخليك يا مدام ناديه. انا عامله النهارده بري، ابقى اصورها لك ولا يا سلام إيه؟ يا ريت والله، يا ريت. بطاطس بري حلوه طبعا، تحفه من ايدين حضرتك، تبقى في منتهى الجمال. اما تخلص هصورها لك ان شاء الله وابعتها لك. خلاص انا مستنيه صوره حضرتك يا مدام ناديه. ان شاء الله يا حبيبتي، دايما كده يحسن ما بين ايديك ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي يا مدام ناديه. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي يا حبيبتي، متشكره جدا ليك. هنا انا حطيت الثلاث دفعات بتوع اللبن، كل مرحله ببدا اقلب كويس جدا جدا. يا ريت يكون عندنا مضرب سيليكون او مضرب سلك يدوي علشان اقلب، ليه؟ مش هيخليه يخرز مني ولا هيخليه يتكتل معايا اهو. زي ما احنا شايفين هنشوفه هيتصب دلوقتي ازاي، يبقى في منتهى الجمال. وطبعا هنا كمان نشوف برضو اللحمه هنا كده، شايفين اهي بالشكل ده. هنا كده اول ما هيغلي معايا البشاميل خلاص. طيب نبدا على ما يغلي معانا البشاميل نبدا نحضر البيض. ممكن اخد كمان هنا حتة قشطة اهو كده. القشطة دي بقى بتخلي طعمه في منتهى الجمال، وهي اللي بتساعد لي الوش ان هو كمان يحمر. يعني احنا كمان هنحط منها على الوش، هتساعد لي الوش ان هو يحمر بتاع الصينية كده. الو صباح الفل يا مدام روحية.
ازيك يا غاده؟ ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ وحشانه. وربنا يخليكي، والله انا موجوده اهو تحت النظر يا مدام روحي. ربنا دايما كده على طول كده تنوري بيوتنا يا غاده كده. ربنا يخليكي يا مدام روحي، تسلمي يا حبيبتي. ربنا يخليك وتسلم ايدك. الله يخليكي. ايه رايك النهارده في المكرونه بالبشاميل بتاعتنا؟ انت هتقولي لي ان شاء الله تبقى حلوه من ايديكي لما تجربيها على الطريقه دي باذن الله. ربنا يسهل يا غاده. عندنا صيام من يوم الاثنين يا غاده. من يوم الاثنين؟ يلا على خير. ثلاث ايام، وبعدين الصيام الكبير داخل بعدها ب 10 ايام. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبه قلبي. ان شاء الله تصوموا على خير يا رب. وانت طيبه. انا ما دخلتلكيش الحلقه اللي فاتت، زعلت قوي ان انا ما دخلتش. يا حبيبتي معلش، متعوضه ان شاء الله. كنت عايزه اقول للضيف اللي عندك، فين الكبير؟ ما جبتوش معاك ليه؟ هو الكبير نفسه. بقول لك يا غاده. نعم. انا جايبه البوري، وعايزه ايه يعني التتبيله بالظبط تقوليها لي، عشان انا عايزه اعملها على طريقتك. هتعملي ايه البوري؟ ملوحه. لا ملوحه ما بعرفش بصراحه. ليه يا غاده؟ ما بكذبش عليكي، لا ما اعرفش اعمل ملوحه. لو فسيخ اقول لك. مش هي نفس الطريقه الفسيخ زي الملوحه؟ ما جربتهوش بصراحه، ما اقدرش اقول لك ويعني اخدعك ان انا هعمل لك ملوحه، لا بصراحه عشان الحاجه ما تبص منك انا ما اعرفش. ما بقول لك يا غدا مش البوري ده. هي الملوحه، بص انا هقول لك على حاجه، الملوحه بس بتاخد كميه ملح ازيد بكتير. وبتتحط في براميل او في حاجه. هي الملوحه اصلا يعني حبايبنا اخواتنا في الصعيد. هسال لك حد بقى من اهل الصعيد ان شاء الله يكون عملها وجربها، هقول لك ان هو تتعمل ازاي، لكن انا بصراحه ما عملتهاش قبل كده عشان ما اكذبش عليكي. خلاص يا غالي. لكن لو عايزه تعمليه فسيخ اقول لك من عينيا الطريقه ازاي انا بعمله زي الفل. اعمله فسيخ مش مشكله، بس قولي لي قالوا هي دي برضه. تمام. تشطفيه، وبعد ما تشطفيه تصفيه كويس جدا، تحطيه في مصفى وتسيبيه اقل حاجه 8 ساعات، يبقى الراس لتحت والدل فوق كده. ويا ريت لو ازايز اللي هي ازايز الميه او الازايز الحاجه الساقعه تفتحيها تقصيها من فوق، وتوقفي السمكه وتحشي مناديل فيها في الخياشيم عشان تمتص اي دم فيها. بعد كده بتجيبي شطه وملح، ملح يكون خشن، مش الملح الناعم بتاع السفره ده بيحدقه جدا. انا جبت خشن، ملح الخشن، وتحطي عليه شطه، وتجيبي بقى فلفل اسود حب كده، مثلا معلقه كبيره فلفل اسود حب. وتكسري الفلفل الاسود وتحشي شطه بملح بفلفل الاسود ده في الراس. تمام. وتجيبي الدنكار، نص معلقه دنكار، معلقه كبيره نصها يعني معلقه شاي مثلا دنكار، تقلبيها مع الملح والشطه والفلفل الاسود الحب ده. وكمان ممكن تحطي معلقه صغيره كركم لو عايزاه مصفر كده. اهم حاجه قبل ما تعملي الخلطه دي، بعديها لازم تعملي السمكه. انت طبعا هتلاقي السمكه انتفخت معاكي وجمدت كده. تبداي تعملي لها زي مساج كده، تكسري اللحم فيها علشان لما تيجي تاكليها وتستوي تلاقيها مزبده معاكي، ما تلاقيهاش تبقى جامده، ما تبقاش اللحم يبقى ناشف. لازم تعملي يعني كده مثلا السمكية هي محطوطة، تبدأي تعملي ليها مساج بعد ما تكون انتفخت ونشفت على الأقل 8 ساعات، ممكن لعشر ساعات. تبدأي تطري اللحم كده من أول الديل لغاية الراس، من عند السلسلة أو اللي هي الحتة بتاعت الظهر، مش من عند البطن، من عند الظهر. تمسكيها تطريها، خلاص السمكة طريت معاكي. في كل مرحلة المناديل، تحشي مناديل عشان تمتصي أي دم بيبقى نازل في النخاشيش بتاعتها كده، أو اللي هي الخياشيم بتاعتها. تمام. بعد كده تفتحي بقى الخياشيم كويس جدا، تحشي فيها ملح بشطه ويكون فيها الكركم، ومتقلب فيهم الدنكار ده ماده الحفظ عشان بعد الشر ما يعملش اي دوده، لان الحاجات دي بتربي دود. تمام. وتروحي لفه ملح خفيف، ما تحطيش ملح كتير على الجسم، ملح خفيف. اهم حاجه تفتحي بق السمكه وتحشي فيها، والخياشيم بتاعتها تحشيها ملح كويس جدا، وترصيها بقى في اكياس وتقفلي جامد جدا. ويا ريت يكون عندك استرتش، تقفلي جامد، اهم حاجه ما يطولهاش هوا. وفي شنطه، في شنطه، في شنطه، 10 شنط في مكان يكون فيه تهويه كويسه. بعد اليوم الثالث او الرابع تبداي تقلبيه على كل جنب يوم، يعني النهارده الجنب ده، بكره الجنب ده، بعده كذا، لغايه 15 يوم ان شاء الله. لو هو حجمه مش كبير قوي، لو السمكه نص كيلو 15 يوم هيبقى زي الفل، لو حجمه اكبر هيقعد من 21 يوم لشهر ويبقى زي الفل. هنا بعد ما غلي معايا خلاص، انا بعدته عن النار، هبدا دلوقتي وانا بكلم مدام روحيه، رشيت عليه رشه ملح وفلفل، هنا رشه جوز الطيب، وهنا البيض اللي كان معايا عملت فيه ايه؟ ضربته بس بشويه ملح وفلفل صغننين كده بالشكل ده بس. هنا
هناخد عليه بالكبشة. الكبشة مش موجودة ولا ايه؟ قدامي. هاخد شوية هنا، هرفع حرارة البيض بشوية اهو كده. علشان لما نحط البيض ما يخرصش معانا لازم نرفع درجة حرارته بالشكل ده. بسم الله. هنا كده اهو، هبدأ ايد بتنزل والايد التانية على طول بتقلب. هنا البيض بقى بيعمل لي تماسك كويس جدا للبشاميل، وكمان بيخلي لي الوش محمر وبيبقى في منتهى الجمال اهو بالشكل ده كده. خلاص انا مش محتاجة ان انا ارجعه تاني على النار ولا اي حاجة. هاخد معايا ادي، هاخد هنا بس نلبس كده ايه جوانتي. طبعا احنا معانا تعصجت اللحمه بالطماطمايه بالصلصه، بقت في منتهى الجمال. وعايزاكم تجربوا التكه بتاعه الطماطم دي، هتفرق جدا في الطعم. لو انتوا بتعملوها بيضه كده جربوا بقى الطعم ده، هتلاقوه احلى بكتير ان شاء الله، يعجبكم قوي. انا بصراحه كنت باكلها كده لما من اول ما اتجوزت، ولقيت يعني حماتي كانت بتعملها كده، هي شاطره جدا ما شاء الله، فعجبتني قوي الطعم، عجبني اكتر، فبقيت خلاص اعتمدتها ان انا اعملها على طول كده. هاخد جزء من البشاميل هحطه على المكرونه، نقلب فيه المكرونه كلها كده كده. هقلب فيه المكرونه كلها عشان اعمل تماسك للمكرونه. البشاميل ده هيخلي المكرونه كلها تمسك في بعض. طبعا مكرونه مسلوقه بميه وملح، ما فيهاش اي حاجه. ادي القارب اللي احنا هنعمل فيه هنا، هحط كمان في الارضيه شويه من البشاميل اهو. كده بالشكل ده، ارضيه كده يعني يا دوبك مثلا كوبايه ولا حاجه. وبعدين اروح واخده نص المكرونه بالنظر كده، نقسمها نصين كده بالشكل ده. طبعا لو في فراغات ولا حاجه مفيش اي مشكله، احنا عندنا الارضيه البشاميل دي هتحملنا اي حاجه تنزل تحت، هتبقى في منتهى الجمال اهو بالشكل ده كده. على النظر كده نص كيلو يا دوبك، صينيه مقاس 28 او 30 هيبقى كويس جدا. وما نعملش اكتر علشان المكرونه لما بتبقى كتير قوي ما تبقاش حلوه، يعني يا دوبك كده رق تحت ورق فوق بس اهو بالشكل ده. اخد بقى اللحمه اهي، ادي اللحمه المتعصجه، طعم في منتهى الجمال، هيعجبكم باذن الله. بالشكل ده نفرد. طبعا عايزين نحط اقل، عايزين نحط ربع كيلو مفيش مشكله، يعني انا هنا بعمل، انا ببرنامج وانتاج، فانا بعمل كميه مناسبه. لكن انتوا عايزين تعملوا ما عنديش مثلا نص كيلو، عندي ربع كيلو عايزه اعمله، برده مفيش اي مشكله، برده بيبقى حلو جدا على فكره. وفي ناس كتير بتعملها صيامي، بتعملها بميه ودقيق ولبن صويا، بيبقى في منتهى الجمال برده. وبدل اللحمه دي يا اما بتعمل فول صويا وتعصجه بنفس طريقه اللحمه بالظبط، ممكن بقى نحط معاه شويه مشروم، نحط شويه خضار، بسله، جزر، برده بيبقى حلو جدا، فلفل الوان. يعني احنا ممكن ايه نتصرف ونعمل اكتر من حاجه تبقى بديله للحمه وتبقى برده جميله جدا. الصيام اهو داخل يا مدام روحيه، يعني دي افكار ممكن حضرتك تستغليها اهو بالشكل ده. هغطي هنا كده الوش كله. طبعا كلنا بنبقى عايزين نعرف، في شكل كده منتشر على النت للخرطة مكرونة بالبشاميل كده، المكرونة مظبوطة ومتقاسة والفتحات بتاعة المكرونة. ده طبعا انا عايزة اقول لكم، ده بيبقى مقاس كده معمولة. وبعدين للحاجات اللي هي التصوير، السيشن تصوير الأكل ده بيبقى ليه حاجات تانية غير، يعني دي مثلا ممكن شكلها كده لكن هي ما تصلحش للأكل، مرشوش عليها حاجات تبقى نية تبقاش مستوية
كده بالشكل ده. هبدأ بقى أحط كل البشاميل بعد ما رصيت الطبقة التانية كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين البشاميل نازل ناعم ازاي؟ كده هاجي بقى على الوش عشان الوش يتحمر ويبقى حلو جدا وياخد اللون الوردي الجميل. حتة القشطة دي بتديني طعم وبتديني كمان تحميرة جميلة جدا، خصوصا بقى لو احنا عندنا ضيوف ولا حاجة بتبقى جميلة قوي. اهو بصوا حتت صغنونة اهي على قد نص معلقة كده اوزعها على الوش كله. نعم ايه الجبن، لو احنا بقى مش عايزين نحط بيض ممكن كمان تتحط الجبن فيها تبقى حلوة جدا. يعني لو حطينا مثلا جبنة برمجان، حطينا جبنة شيدر، حطينا جبنة موتزاريلا بتبقى جميلة قوي برضو على الوش كده بديل للبيض. مش عايزين بالبيض خالص مفيش اي مشكلة، ممكن من غير البيض عادي، بس انا عشان اتسألت على البيض هي طب بنحطه في انهي مرحلة، طب بنحطه ازاي، فحبيت النهاردة نعمل المكرونة اللي اتطلبت مننا كتير ونعملها بالبيض عشان يبقى احنا ادينا الافكار كلها اتعرف اهو بالشكل ده كده. تمام همسح بقى القارب كويس جدا وهدخله على الفرن. الفرن سخن على درجة حرارة 180، الشبكة في النص، بيقعد حوالي نص ساعة بيحمر او من نص ساعة لأربعين 45 دقيقة وبيطلع زي الفل من تحت. بس اللي يحب يشغل من تحت ومن فوق مع بعض، عنده فرن كهرباء ومن تحت ومن فوق او غاز برضو من تحت وفوق، ما يجراش اي حاجة، بياخد اقل، بياخد مدة اقل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله